بعد هذه المباراة. مهدي رضا مصاب محمود وخطأ موجود. كثير سوف يكون حاضر مصلحة نادي الخور. خالد عبد الرؤوف سبيل النواحي الدفاعية من جانب ألا بيران. راك لاعب عبد الله عاطف رقم ثلاثة الحاضر في هذا اللقاء والواضح في الصورة في هذه المواجهة. علي جمعة مصعب محمود يلعب كرة لبوليرو. هدف ثالث، هدف ثالث لبوليرو. عملها البرازيلي بثلاثية قاتلة قاتلة لمصلحة